سيد الحجازي، انت بسألك الحين وبقول لك كلام على المشيخة وانت شيخ، والشيخ السنقال عمرو ديوف شيخ من كتاب السير والمساعي في احزاب اوراد السيد الغوث الكبير الرفاعي، تأليف جناب الحسيب النسيب العالم الكامل صاحب السيادة والإرشاد سيد إبراهيم أفدي الراوي الرفاعي شيخ السجادة العلوية رفاعية بغداد المحمية، كان الله لنا وله وللسالكين وللسامعين. طبعا الوالد سيد هاشم السيد أحمد الرفاعي وزير النائب الشيخ الطارق الرفاعي الصوفية بدولة الكويت رحمه الله، وكان شرح بديوان أبو المنصوري، وهذا موقعه مولانا. هني في كلام انت شوف طبعا تأيده ان شاء الله، بس يعني هل هو سهل ام صعب حق اللي يتصدر؟ يقول قال سيدي السيد أحمد عز الدين الصياد، يقول قد قدس سره، اعلم أن من تصدر للمشيخة في هذه الطريقة العلية الرفاعية فقد جلس على بساط النيابة عن شيخ الأمة سيدنا السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه، فيجب عليه أن يكون عالما بما أمره الله ونهاه عن، فقيها في الأمور التعبدية، حسن الأخلاق، طاهر العقيدة، غارقا بأحكام الطريقة، سالكا مسلكا كاملا، شيخا زاهدا متواضعا خمولا حمولا أو خمولا للأثقال، صاحب وجد وحال وصدق ومقال، ذا فراسة وطلاقة لسان في تعريف أحكام الطريقة، متبرئا عن طرائق الشطح، طارحا ربقة الدعوة والعلو، محبا لشيخه، حافظا له حرمته في حياته وبعد مماته، يدور مع الحق أين دار، متصفا في أقواله وأفعاله، متكلا على الله في جميع أحواله. وذكر شيخنا السيد محمد أبو الهدى حفظه الله، هذا شيخ السيد الرواس، في كتاب العقد النضيد في آداب الشيخ والمريد، فقال ينبغي أن يتصف الشيخ السال مسلك باثنتي عشر صفة، صفتان من حضرة الله وهما الحلم والستر، وصفتان من حضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهما الرأفة والرحمة، وصفتان من حضرة الصديق الأكبر رضي الله عنه أبو بكر الصديق، وهما الصدق والتصديق، وصفتان من حضرة الفاروق عمر الخطاب رضي الله عنه العظم رضي الله عنه، وهما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. باقي اثنين، سبحان الله، وصفتان من حضرة عثمان ذي النورين رضي الله عنه، وهما الحياء والتسليم، وصفتان من حضرة علي الكرار علي بن أبي طالب عليه السلام رضي الله عنه، وهما الزهد الأتم والشجاعة. ومتى اتصف الشيخ بهذه الأوصاف وتمكن قدمه وذكت شيمه صلح أن يكون قدوة في الطريق، وقد نقل نحو ذلك إلى حضرة عن حضرة السيد الشيخ عبد القادر الجيلاني كيلاني قدس سره من كلامه رضي الله عنه وارضاه في وصف الشيخ المرشد في هذه الأبيات الشريفات، يقول إذا لم يكن للشيخ خمس فوائد وإلا فدجال يقود إلى الجهل، عليم بأحكام الشريعة ظاهرا ويبحث عن علم الحقيقة عن، مو واضحة هاي، عن أصلي، ويظهر للوارد بالبشر والقراء، ويخضع للمسكين بالقول والفعل، فهذا هو الشيخ المحظم، قدره عليم بأحكام الحرام من الحلال، يمكن يهدب من الحل، يهدب طلاب الطريق ويهذب طلاب الطريق، ونفسه مهذبة من قبل ذو كرم كله، انتهى. شو رأيك سيدي؟ هذا كلام، أولا نثروا بعدين نظموا، الله، علشان يحفظ ويفهم، فقال إن الواحد لازم يكون إذا تصدر المجلس يكون عالما بالشريعة، فلا تصوف بلا شرح. الله. ثانية يكون على مكارم الأخلاق.
فجمعها من النبي صلى الله عليه وسلم ومن خلفائه الأربعة. وبعدين إن رأس هذا العلم الزهد والحلم والسخاء والشجاعة والحياء، فإن عثمان اشتهر بالحياء تستحي منه ملائكة السماء. وبعدين إذا جلس في هذا المجلس وكان متواضعا للمسكين، وإنه لا يطمع في غنى الأغنياء، فهو أهل للحل والعقد، وبذلك يترأس المجالس، وإلا فهو جاهل يدعو إلى سبل الشيطان. كلام جميل. شكرا سيدي.